بعد وفاة أمير الكويت، من هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الذي توفي في الكويت؟ تصدر اسم الداعية الإسلامية الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد إعلان وفاته في الكويت. ووفقا لما تم الإعلان عنه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد توفي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عن عمر ناهز 80 عاما إثر تعرضه لوعكة صحية. وذكرت وسائل إعلام كويتية أن الداعية توفي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة دخل على إثرها المستشفى بعد وقت قصير من إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وبحسب الإعلان عن الوفاة، فقد أشارت الصفحة الرسمية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على تويتر أنه سيدفن في مقبرة الصليبخات في دولة الكويت. ويذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف ولد في محافظة المنوفية بمصر عام 1939، وحصل على شهادته من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وعمل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق مدرسا بمدارس الكويت من 1965 إلى 1990، وعمل في مجال البحث العلمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. وقد صدر مرسوم أميري بتاريخ 31 من أكتوبر عام 2011 بمنحه الجنسية الكويتية، فيما استقبلت الأوساط الإسلامية ذلك الخبر بالكثير من الترحيب والقبول، لأنه يحظى بمكانة كبيرة وسط الدعاة والتلاميذ وخاصة من التيار السلفية، كما له الكثير من المؤلفات التي تدعو إلى المنهج السلفي الإسلامي، ويكون منها الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي والسلفيون والأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وأضواء على أوضاعنا السياسية والقضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة والأصول العلمية للدعوة السلفية، والرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات والطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامية.